ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. عدت احلى ايام وان شاء الله الايام اللي جايه تبقى احلى واحلى كمان. كل سنه وانتم طيبين. خلصنا رمضان، عدت 30 يوم، يعني انا بالنسبه لي هم بيعدوا بسرعه. بيبقى فيهم شغل، بيبقى فيهم حاجات كتيره، بس هم بالنسبه لي بيبقوا بيعدوا هوا. انتوا 10 في 10 بقينا 20، هوب خلصوا ال 10 الاواخر، خلص رمضان. النهارده ان شاء الله احنا في الحلقه الاخيره. يعني الموضوع بالنسبه لي يعني في عواطف جياشه كده، بس انا بالنسبه لي الحلقه الاخيره دايما بتبقى الخلاصه بتاعت المجهود والشغل بتاعك اللي انت بتعمله طول الفتره بتاعت التصوير. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل سمك. بقالنا 30 يوم ما بناكلش سمك، ما بناكلش حاجات حرشه، ما بناكلش حاجات تفتح النفس. النهارده عاملين بقى شويه رنجه. كان نفسي اعمل لكم فسيخ، بس خالد قال لي لا ما تعملش فسيخ. ما كانش هيدخلني الاستوديو اصلا. خلاص، فاحنا النهارده عاملين جمبري، عاملين جمبري بالزبده وبالمسترده. النهارده عاملين اللي هو الجمبري باترفلاي، وعاملين كمان عندنا سمكه حاره، معمول سمكه، عاملين سمكه عظيمه النهارده هتعجبكم. خلاص، وعاملين شويه بقى رنجه على سلطه رنجه والكلام ده كله. طيب خلونا ما نرغيش كتير، تعالى نخش على المدير على طول. ماشي، النهارده هنعمل ايه؟ عندكم سمك، هنعمل سمكه في الفرن. دي سمكه في الفرن عاديه خالص، تقدروا تستخدموا قروسه، تقدروا تستخدموا قاره، اللي انتوا عايزينه. خلاص، فانا عندي النهارده حتى البوري، تقدروا تجيبوا بوري عادي خالص. عندي بقدونس، عندي كزبره جدور، وعندي ليمون، وعندي ليمون كامل، عندي زيت زيتون، فلفل حامي، وجنزبيل، وتوم، نعناع، كمون، وشطه خشنه، وشطه ناعمه. حلو، ده الشق الاول. الشق الثاني عندي هنا شويه لوز للتزيين. عندي الصوص بتاعها عباره عن برتقان وطحينه، زبادي، بصل، وزعتر جبلي ناشف، وعندي توم، وعندي عصير برتقان، والعيش اللي المحمر بتاعي اللي انتم شايفينه. تعالوا على طول نبتدي ايه، نبشر ونشتغل على طول في الوصفه بتاعتنا دي. الوصفه دي سهله ولطيفه. خلاص، مش عايز اقول لكم طبعا هي يعني طعمها ازاي، طعمها حلو قوي، هتتبسطوا منها جدا. الوصفه دي تقريبا شامي اكتر، لان انت بيبقى عندك ليه؟ لا 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 لا، دي تقدر يعني دي اصل بص، دي انا ولا عاملها شاميه ولا عاملها اسيويه، لان دي بيدخل بقى فيها شويه صويا وبيدخل. بس انا ما رضيتش احط الكلام ده عشان ما حدش يقول لي بتحط حاجات غريبه شويه. فانا مش عامل حاجه، يعني مش عامل حاجه يعني صعبه حبه. هو في العادي انا بحط بقى فيش صوص وبحط صويا والكلام ده كله. احنا هنبتدي بايه؟ هنبتدي بشويه جنزبيل. هناخد حته جنزبيل كده اهو. فدي دي ده التاتش الاسيوي شويه. ماشي، انا عندي جنزبيل وعندي توم. انتوا شايفين كده، انا هضرب الكلام ده كله. خلاص، اجمد محافظه بتعمل سمك. غريب السؤال ده، بس يعني ما لا بس خد بالك يعني الاسكندرانيه برضو معلمين في القصه دي. اصلا بورسعيد، بس بص، بورسعيد والسويس لا يعلى عليهم في السمك اللي موجود هناك. عندي جدور سمك، عندي جدور جدور سمك، عندي جدور كزبره. ماشي، وعندي هاخد شويه بقدونس، بس مش كتير، مش محتاج كل ده. حلو، وهاخد شويه كمون. حلو، وهاخد شويه شطه من الخشنه دي، حته بس صغيره كده. حلو، وطبعا الملح والفلفل الاسود مهمين. هي الريحه بتاعت اول ما الكمون نزل لمس الليمون كده، الموضوع ده انتهى بقى. ماشي، عندي زيت الزيتون بتاعي، ممكن احط كميه زيت زيتون كبيره. خلاص، تمام، واخد شويه شطه من دولت. ممكن اخد القرن كده اضربه انا معاها، والباقي كده ايه ابقى احطه عشان هزين بيه في الاخر. حلو، هنشيل ده، الليمون ده كده مش عايزينه. نعمل ايه؟ دي الخلطه الاساسيه بتاعتي، يعني دي الخلطه اللي انا هضرب بيها. حلو، ليه؟ لا لا لا، ما غدرتش بيها، بس انا عايز ده يعني سائل قوي، يعني لان انا دي مش هتبقى تبيله خشنه، دي تبيله ناعمه. الله، غدرت بيدي الهول.
لا 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 انا بحب ايدي الهندي ما عنديش مشاكل فيها خالص، بس هي النقطه زي ما قلت لك كده في ايه، انا غرقت البتاع ده غرقها. ايه يا عم هتضرب ده كويس، ده الخليط اللي احنا ايه عايزين نضربه. ده بيتضرب كويس، وهو ده بيبقى التتبيله بتاعه السمكه بتاعتي. نزود شويه زي ما انت شايف كده، انا عايز الخلطه دي ناعمه. لا وريحه، هتلاقي الريحه هنا حلوه قوي. بس احنا غرقنا يعني، المفروض كنا احطها في حاجه تانيه اطول من كده شويه تبقى كوبايه. تمام كده حلو. هنعمل ايه بقى دلوقتي على طول؟ هنجيبه دي، نشيل ده كده هنا على الجنب. حلو، هتعملوا ايه بقى؟ جوانتي فين؟ نلبس الجوانتي في الشمال عشان هنشتغل باليمين. السمكة زي ما هي كده زي ما انتم شايفينها. انا هعمل فيها حاجة بسيطة خالص، مش هعمل يعني مش هتعب نفسي قوي يعني، انا كده كده مخلي الراجل يظبطها لي. انا بالنسبة لي هعمل ايه؟ انا هعمل فيها شوية فتحات صغيرة بس، مش اكتر من كده. شايف زي المنظر زي ما انت شايف اهو كده، ممكن تشيل دي لو انت عايز. بوري يا جبار، دي اسمه ايه ده؟ انت هتلخبطني ليه؟ لا دي اسمه ايه ده؟ دي عروسه. بص هتاخد فتحه كده اهو، شايف؟ شايف المنظر ده؟ المنظر ده كده زي ما هو. بص عامله ازاي؟ فتحات اهي صغيره خالص. ممكن تعمل كده برضو من الناحيه التانيه. السمكة لسه طازة حلوة، بس انا هجيبها هنا جنبي عشان تبقى فيها شوية. السمك يا جماعة وهو طازة ملح وفلفل اسود، ممكن ما تحطش ملح يعني، يعني بالنسبة لي مش محتاج ان انا احط فيها حتى ليمون. ماشي، التتبيلة بتاعتي ايه اللي هيحصل؟ التتبيلة بتاعتي عليها على طول، لان هي دي اللي ايه اللي هدخلها فيها الفرن. الفرن بتاعي سخن، السمكة زي ما هي كده اهو، شايفين الفتحات فيها واضحة وصريحة. الميزة في الطريقة دي ان انا ممكن السمكة دي كلها تستوي مني بالظبط في ربع ساعة، مش اكتر من كده. الفتحات مع الليمون والتتبيلة بتاعتها هتبص لها استوت معاكم بسرعة. وهننسى كده الاول. ماشي، الحاجات دي كلها مش هتترمي، الحاجات دي هتتحط فين؟ هتتحط في القلب. الحاجات دي هتتحط كلها في القلب هنا. كل ده هيتحط هنا. مع ايه بقى كمان؟ انا لسه هحط لها شوية شرايح ليمون وشوية شرايح برتقال. كل الخشن ده هتحطوه هنا. حلو؟ ما ترميش حاجة، ها؟ بس كده. هنشيل ده كده، نشيل دول، حط بس شوية برتقال هنا. تعالى هنحط شوية برتقال جواها كده اهو، على خفيف بس مش أكتر من كده، لأن البرتقال داخل معايا في الريسبي دي في حاجات تانية. ممكن آخد معايا برضو شوية ليمون، شوية شرايح ليمون كده صغيرين.
في قلبها. مش عايز اقول لك بقى الطعم بتاع السمكة دي هيبقى عامل ازاي. لا البرتقال ده عظيم. بص كل ده كده، ده يتحط كل ده الخيرات دي كلها. هنعمل ايه بعد كده يا معلم؟ غطي فويل. هنغطي الفويل ده بالسائل ده وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. انا عايز الفرن يبقى حامي، فهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة ثلث ساعة بالكتير. بس ممكن تعملوا حاجة بقى، انا مش بحب الفويل ده قوي، انا عادة بعملها بس كده عشان محدش يجي تقول لي حرقت مني. بس انا بدخلها الفرن من غير فويل. ليه بقى؟ وشها بيتحمر، لما وشها بيتحمر بتطلع بيبقى شكلها وحش، عشان محدش يجي يقول لي اصل اتحرقت مني يا شيف. حط الفويل ودخلها فرن على طول. الفرن بتاعي سخن. طب تحب نعمل لها الصوص بتاعها؟ تعالوا نعمل تعالوا نعمل الصوص بتاعها في السريع. الصوص بتاعها اصله يعني سهل قوي، الموضوع كله ببساطه شديده. شايفين البصل ده؟ شويه بصل هنا مع شويه زيت زيتون كده اهو. هتحمر ده، طاسه سخنه هيدبل ده كويس. هنقلب عايزه يدبل خالص. ليه بقى؟ لانه لما هيدبل ايه اللي هيحصل؟ هحط له بقى شويه عصير برتقال، وهحط له الثوم، وهحط له شويه حاجات كده هتخلي يعني هتنقل الطعم ده نقله ثانيه. ممكن برضو لغايه لما ده يدبل اعمل لك الصوص بتاع الطحينه. ايه بقى الصوص بتاع الطحينه؟ انا بجيب الطحينه اهي، الطحينه عندي، ممكن احط لها شويه ميه زي ما انتم شايفين كده. من غير سابق انذار، اتحركت كده في السريع. البصل ده انا عايزه يدبل مش عايزه ياخد لون. ننزل الطحينه دي كلها. ماشي. معايا شويه ثوم مفروم. هتقلب كويس. هناخد شويه ليمون. بص الليمون في الاكله دي بالذات هيبقى عظيم، يعني هو في مكانه معمول صح متوظف. مش بحط ليمون وخلاص، انا بالنسبه لي زي ما بقول لك كده، انا لما حد بقول له ليمون في الاكل يبقى الاكل فيه حاجه غلط. لما تكتر الليمون ما تبقاش حاجه لطيفه. شويه ميه يعني. بس بص السمك، بالنسبه لك النظيف زي الفل، انت مش محتاج تحط له ليمون، ومش محتاج، لان هو مش محتاج يتظهر. هو خد بالك ان الليمون ده نكهه مكمله، حاجه بتظهر حاجه، لكن بدل ما الحاجه مظبوطه خلاص انت عايز تعمل ايه؟ بس البصل بص ابتدى يدبل شويه. اول ما يبتدي يدبل كده ايه اللي يحصل؟ هنزل معاه بشويه ثوم. ثوم تاني اهو، معلقه ثوم. حلو، هنخلي الثوم جنبنا برده شويه هنا. خدت شويه الليمون، عندي ميه، اقلب كويس. ليه؟ لان انا عايزها تبقى القوام بتاعها تقيل، مش هبتدي بالزبادي. عاده في ناس بتبتدي بالزبادي، انا لا مش هبتدي بالزبادي. كده حلو. زي ما قلت لك كده لازم ياخد لون كويس. يدبل تماما. ده حلو. هتبص تلاقي بقى الطحينه دي مسكت دلوقتي بسبب الميه. عاده الطحينه لما بتتضرب بالزبادي ما بتتقلش قوي كده. ما بيبقاش زي الميه، الميه لما بتنزل هي اللي بتخليها تبقى تقيله قوي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنعمل ايه؟ معايا شوية كمون. طب ده معايا كمون ومعايا شطة. هي الـ 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 الوصفة دي وصفة حامية، هي اسمها سمكة حارة.
بس زي ما قلت لك كده احنا بنعملها بالايه؟ يا لهوي عليا. لا ممكن لو انت مش بتحب السبايسي خلاص ما تحطش شطه. يعني بص كل حاجه من الحاجات دي براحتك تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه. ما عنديش مشاكل خالص. بس ماشي ده كده حلو. ان انت كده تمام. عايز بقى ايه؟ ابتدي احط عليها العصير بتاعها. هنزل بعصير برتقال. ماشي بس كده اهو. بص فكت ازاي مني. ماشي تاني. انا ليه بعمل كده؟ بس انت مش واخد بالك. انا الكلام ده هحطه كله وبعد كده على النار. هحطه هنا على النار. فهي هتتقل بس. فاهمني؟ بس هو الشغل كله هنا مش دي. هنزل بقى بالزبادي دلوقتي. كده اهو. معلقة زبادي. تقدروا تحطوا زبدية كبيرة براحتكم. أخبارك إيه؟ أهو البصل بتاعي ابتدى يدبل خالص. أول ما هيبتدي يوصل لدرجة اللون اللي أنا عايزها العصير بقى هو اللي بالنسبة لي أهم. لأن أنا عايز البصل ده يستوي في العصير بتاعه، العصير اللي هو إيه؟ اللي هو البرتقال. كده الطحينة بتاعتي الدن اتعملت. ممكن بس أزود لها شوية ملح وفلفل أسود. فل كده. ماشي كموني ملحي فلفل. ده كده تمام. بص كده البصل بقى عامل ازاي. بصل دبل خالص ابتدى ياخد سنه لون ذهبي اهي. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انزل عليه بده على طول. البرتقال كده. نطلع فاصل لو انت عايز بقى، لان هما دولت هنسيبهم مع بعض وبعد كده هنحط الطحينه على اول ما البرتقال ده يبتدي يغلي مع البصل هنحط الطحينه عليه على طول ونبقى جاهزين نطلع السمكه ونحط عليها الحاجه. يلا